من كورنيش مدينة جابس، وفي 31 من شهر أوت الجاري ستنطلق فعاليات مهرجان تونس للسينما في الهواء الطلق من خلال عرض الفيلم المغربي صوفية للمخرجة مريم بن مبارك. الفيلم وما طرحه من قضايا مجتمعية منها الأمهات العازبات ونظرة المجتمع إليهن سيكون تحت مجهر لجنة تحكيم متعطشة إلى السينما المحترفة ألا وهي الجمهور. خيارنا أن نخدم في جابس قفصة وتطاوين وجربة، في خيار متاعنا هذايا كان من أجل نقرب السينما لمنطقة ممكن عاشت سنوات حتى بدون قاعات سينما وعاشت خصاصة سينمائية. ثانية هو أن احنا نقرب السينما للمخرجات، خاصة المخرجات اللي في الجانب التونسي اللي صعيب شوية باش ينجموا يكون يدخلوا في عالم المحترف. نظموا 12 لقاء مع مخرجات تونسيات في الشباب انهم ينقلوا تجربتهم للمخرجات الشباب في الجانب التونسي. حاجة الناس للسينما ومحبة الناس للسينما هي اللي تخليك ان انت تكثر من الفيستيفال، خلتنا اللي احنا نمشي اكثر ليهم ونمشي نقربوا اكثر للشباب غادي باش يوصلوا لهم السينما باش معناها نقوي الوعي نتاعهم في الثقافة السينمائية. اختيار المرأة المخرجة في الدورة الأولى للمهرجان لم يكن اعتباطيا باعتبار ما تميزت به في السنوات الأخيرة في المجال السينمائي وأهمية نقل تجربتها إلى غيرها من النساء لتشجيعهن على ولوج مجال السينما المحترفة. اليوم نشوفوا اللي فما مخرجات شابات عملوا برشا الأفلام الوثائقية مثلا اجتماعية أكثر منها نسوية، وهذه حاجة باهية. ذاك هو الدور الصحيح متاع مخرج ولا مخرجة، ما عاد فما فارق اليوم. وإضافة إلى العروض في الساحات العامة، ضيوف المهرجان على موعد مع عروض وورشات محلية ودولية مخصصة للأطفال. تكون عدة أفلام تونسية قصيرة والكهولة تونسية ودولية من 4 دول، باش يكون فما ورشات في جيل السينما للأطفال الصغار، فما ورشات لعالم الواقع الافتراضي اللي هو مع الشباب اللي هما غدوة ينجموا يخدموا في التكنيك الجديدة متاع الواقع الافتراضي والعالم الجديد. المهرجان الذي انطلق تأسيسه من حلم عدد من شباب تونس العاشق للسينما وجد من أجل تحقيقه تمويلا من وزارة الثقافة وعدد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية، ويسعى في وقت لاحق إلى تعميمه على كافة ولايات الجمهورية.